في ربيع عام 1953 ميلادية، ركب طلاب بحرينيون ومدرسوهم سفينة من فرضة المحرق، متجهين في رحلة مدرسية معتادة في ذلك الوقت إلى جزر حوار ومدينة الزبارة، وهي أراض بحرينية تخضع للسيادة البحرينية. السيد محمود بن عبد اللطيف آل محمود كان واحدا من الطلاب الذين شاركوا في إحدى هذه الرحلات المدرسية. والله أنا يعني نشأت في الحد ودرست في مدرسة الحد، ثم التحقت بالمدرسة الثانوية وسكنت في القسم الداخلي 4 سنوات كانت ثانوية في ذاك الوقت، من الأول للرابع. في بعد سنتين من القسم الداخلي في السكن القسم الداخلي والدراسة الثانوية انتقلنا إلى القسم الجديد في القضيبية، وسنتين تقريبا كملنا في المدرسة الثانوية في القضيبية، والتحق بالتدريس لمدة، ثم التحق بشركة العمل في شركة نفط البحرين بابكو. القسم الداخلي هي دار معدة لسكن الطلاب الملتحقين بمدرستي الثانوية والصناعة في المنامة، وكانت الوحيدة في البحرين آنذاك. القسم الداخلي هو كان مجمع يضم الطلاب البعيدين عن العاصمة، سكنهم بعيد عن العاصمة منه الحد، وأكثر الطلاب الموجودين في القسم الداخلي كانوا من طلبة مدينة الحد، بالإضافة إلى هناك في من الرفاع، في من البديع، في من السترة، في من القرى الأخرى القريبة. السبب أن المدارس في ذاك الوقت كانت خاصة في القرى، يعني من الرفاع والزلاق والقرى، كانت إلى الثاني الابتدائي اللي هو الرابع الآن يسمونه، بعدين انتقلون إلى المنامة في استكمال دراستهم هناك. في الحد احنا لا، نكمل الابتدائي والمحرك ونروح إلى المدرسة الثانوية. أهل المحرك كانوا معفيين من السكن في القسم الداخلي بحكم أنه في مواصلة توديهم يومي وترجعهم على حسب نفقة الحكومة. السيد محمود آل محمود يروي لنا قصة هذه الرحلة المدرسية التي نظمها القسم الداخلي إلى الزبارة وجزر حوار. كانت إدارة القسم الداخلي تنظم رحلات في عطلات الربيع، كانت المدارس تعطل في عطلات الربيع، منها كانت عطلات إلى مناطق في البحرين داخل البحرين، ومنها إلى خارج البحرين إلى الجزر التابعة للبحرين. وأهم رحلتين الحقيقة اللي كان لهم يعني وزن ثقيل هي رحلة إلى الزبارة ورحلة إلى حوار. من هنا من فرضة المحرق انطلقت الرحلة المدرسية إلى الزبارة. فرضة المحرق كانت هي الأنشط، يعني فرضة المنامة كانت تجارية، وجهة الشمال يعني تحتاج إلى العبور من تحت الجسر علشان تروح إلى جهة الجنوب، فكانت اللنجات أكثر اللنجات كانت توقف في المحرق، فاستقلينا احنا اللنجات من المحرق ورحنا رأسا إلى جهة الجنوب. أعد القسم الداخلي تعليمات وزعت للطلبة المشاركين في الرحلة، والتي تضمنت موعد انطلاق الرحلة من فرضة المحرق بتاريخ 26 فبراير لعام 1953، وشملت تلك التعليمات الاحتياجات الأساسية للطلبة، ولم تشمل تلك التعليمات بطبيعة الحال إحضار جواز السفر. كان القسم الداخلي ينظم رحلات داخلية في البحرين والأراضي التابعة لها، ومنها حوار ومنها الزبارة، فلذلك يعني ما كان يتطلب أي جواز أو أنك بتسافر إلى محل، ما كنا نسافر، حتى جوازات ما عندنا في ذاك الوقت، فكنا نروح إلى المحلات التابعة للبحرين، وهذه منها الزبارة وحوار كل الأراضي التابعة للبحرين. وصلنا يمكن حوالي 4 ساعات أو 5 ساعات إلى المنطقة، هناك نزلنا وكانت المنطقة نظيفة والبحر يعني مغري حق السباحة، لكن كان الجو بارد، فكنا بس يعني نسلي نفسنا بالحدث. قلعة صفحة هي يعني هي المنار أو الآثار الظاهرة في هذه المنطقة، فإحنا خيمنا قريبين منها، ما شفنا حد ساكن في المنطقة،
يعني ما في أحد من أهالي المنطقة من قطر أو مدينة، ما أحد مسكنك، ما أحد كانوا اللي ساكنين فيها في 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 ناس تابعين للبحرين، حراس، كانوا حراس تابعين لحكومة البحرين. فاحنا سكننا في المنطقة القريبة من القلعة ونصبنا الخيام هناك وسكننا. رئيس الرحلة كان أستاذ أحمد العمران الله يرحمه والأستاذ يوسف الشراوي الله يرحمه. كان الأستاذ أحمد العمران مديراً لدائرة المعارف في البحرين، وتم تعيينه في عهد صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، وفي عام 1947 قام الأستاذ أحمد العمران بتكليف هيئة لإعداد المقررات الدراسية، فقام الأستاذ رؤوف نادر شركس برسم خارطة للبلاد لمنهج الجغرافيا، وكانت تشمل بطبيعة الحال إقليم الزبارة. أحمد العمران رافق الطلاب في رحلة الزبارة. السفينة اللي كانت رايحة إلى هاي واحدة من السفن اللي كانت رايحة إلى الرحلة، في الرحلة ما تذكر هل هي إلى حوار أو إلى زبارة، بس كانت يعني حاملة كل الطلاب، مو كل الطلاب طبعا، قسم من الطلاب ومجموعة من المشرفين على الرحلة، منهم الأستاذ أحمد العمران، منهم الأستاذ محمد علي رشدي، هاي كان مدير الثانوي ورئيس رئيس البعثة المصرية، والأستاذ سعيد طبارة، هاي كان مدير مدرسة الصناعة. هاي صورة يعني ماخذين في اللنج، من اللنج الثانية اللي كانت تمشي محاذاته. ويتذكر المحمود بعض زملائه الذين شاركوا في هذه الرحلة، يعني منهم مثلا الله يرحمه سيف غباش، اللي كان وزير الخارجية في الإمارات، هذا كان زميل معانا في الصف. المرحوم أحمد محمد بن أبر مسلم، هاي كان أيضا زميل. أحمد الختلان، هاي كان صديق وزميل. من المنامة كان الأستاذ علي رجب، علي عبد الرسول رجب، هاي كان معانا في الرحلة. أستاذ مسلم حبيب الصفار، هذين كانوا موجودين كلهم، كانوا حتى يعني في صورة يعني. أستاذ المرحوم الدكتور عبد الله كمال، عبد الله سلمان كمال، كانوا موجودين معانا. عبد الرحمن الساعي الآن خارج البحرين موجود، كانوا من الزملاء اللي بالصف ويانا وكانوا يشاركوا معنا في الرحلة، بالرغم أنهم ما كانوا يسكنون في القسم، أكثرهم يعني بعضهم ما كانوا يسكنون في القسم الداخلي، لكن كانوا اختاروا عدد من طلاب السنة النهائية الصف الرابع ثانوي وشاركوا في الرحلة. الشيخ أحمد بن محمد بن خليفة آل خليفة رحمه الله كان أحد الطلاب المشاركين في هذه الرحلة إلى الزبارة. الشيخ أحمد بن محمد الخليفة ولد الشيخ خالد بن أحمد اللي كان وزير خارجية الآن مستشار حق جلالة الملك، وكان عنده ولد ثاني الله يرحمه توفى. فكان يعني الشيخ أحمد كان ودود ويحب الناس ويساعدهم، يعني كان في ناس بعض الطلاب اللي كانوا في حاجة في مدارس الصناعة ومدارس الثانوية، كان يساعدهم ويعطف عليهم، ولما تجلس وياه يعني شخص متحدث جيد يجذبك في الحديث. الشيخ أحمد الله يرحمه كان طالب ويانا في ساكن في القسم الداخلي، وكان يعني في وقت الفراغ احنا نجتمع وياه ويحدثنا عن تاريخ البحرين، تاريخ الخليفة بالذات. وللشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في هذه الرحلة الطلابية قصة مع هذا الزائر، نتعرف على تفاصيلها في الحلقة القادمة.